أنا أحلم أنا أحلم. وطبعا فقرة الأحلام في هذا الأسبوع والتي نقدم فيها ضيوف من الشباب والأطفال يتحدثون عن طموحاتهم، عن مواهبهم، عن مشاعرهم، عن المستقبل الذي يريدون أن يعيشوا فيه والذي سيبنونه طبعا، لأن المستقبل يبنى بالأطفال والشباب. ومعنا في هذه الحلقة المبدعة الطموحة القوية راوية الوسلاتي. أهلا وسهلا. سليمة، مرحبا بك مايسة، شكرا على الاستضافة. قدم روحي، أنا راوية الوسلاتي. نعم. عمري 17 سنة، نقرأ تروازيام أنيمات في ليسي بيلوت سليانا. وتكتبين النصوص أو الخواطر وتحبين الفلسفة، هل هناك مثلا مقولة فلسفية تقتدين بها في حياتك، أم أنك كونت ربما أراءك الخاصة وشعاراتك الخاصة؟ فما مقولة نحبها برشا، نعم، هي متاع محمود درويش، على الروح أن تجد الروح في روحها أو تموت هنا. نعم، وأنت وجدت روحك في الجبال، نعم، وفي السماء والشموخ والصمود. بصدد إيجادها. لم تبحثين عنها. وروية، أود أن أسألك، هل الفيلسوف يكتب ليعرف أم ليعبر؟ ربما الاثنين معا، ربما نعبر على تساؤلاتنا ونعبر على الإجابة. أكتب لأعرف وأعبر في نفس الوقت. تعبرين عن رغبتك في المعرفة. نعم. وتخصصك العلمي والدراسة يعني تميزك في الدراسة، أنت تدرسين بمعهد نموذجي والكتابة الأدبية، هل هناك التقاء بالنسبة لك بين العلم والأدب، وما هو وجه التلاقي بينهما؟ العلم بالنسبة لي هو النظري، معناها نحب النظري على الأخر ونحب المات على الأخر. وفي نفس الوقت فما النظري اللي يجيك لمخك، مع ما مش دي تيوريم وحاجات، الأفكار اللي تجيك في مخك تمشي انت ترجمها بالكتابة، معناها النظري يبدأ أبليكابل بالأدب. نعم، نطبق النظري بالكتابة الأدبية والبحث عن الذات عندك. هل حاولت مرة أن تبحثي عن ذاتك في مثلا في كتاب قرأته أو في قصيدة؟ الحقيقة قصائد محمود درويش نحبهم برشا، نعم، وكتب خولة حمدي، هي تكتب روايات، هي كاتبة تونسية تكتب روايات جميلة، رواياتها جدا في قلبي أنثى عبرية، تجمع بين الجانب الديني، نعم، والجانب الوطني. وهنا تبحثين عن ذاتك في هاتين الناحيتين، وأنت من بين الأدباء الذين يستمدون قوتهم من البيئة المحيطة بهم، سواء كانت من الناحية الطبيعية، من يقرأ نصوصك يستنتج هذا، سواء كانت من الناحية الطبيعية يعني الجبال المحيطة بك والسماء والبحار، أو من ناحية تعرفك على الأشخاص. إلى أي مدى أثرت فيك البيئة التي تعيشين فيها؟ أنا نؤمن باللي كل إنسان تحط في بيئة معينة ما هيش صدفة، معناها كي أنا نعيش في سليانة بالتحديد في قعفور، نعم، نحبها على الأخر. تحية لأهل سليانة ولجميع المستمعين. نعم.
يعني فخورة برشا بالانتماء هذا، وأكثر من ذلك الانتماء هذاك هو اللي خليني نعيش ونلقى روحي أكثر. معناها كي نشوف البيئة في سليانة تنعكس فيك، كي نشوف الجبل هو اللي قويني. معناها يسر نحط نقطة التقاء بين البيئة وبين شخصية العبد. في نصوصك ذكرتي أنك تحبين أبو القاسم الشابي، أو عفوا تحبين أبا القاسم الشابي، واستشهدت ببيت له، ما الذي جذبك إليه؟ هو أبو القاسم الشابي معروف زاد بأنه يكتب، يستمد الأدب متاعه من الطبيعة. طبيعة. نعم. الحقيقة كنت نحبه ملي كنت صغيرة، قريت سانكيماني وقتها بديت نقرأ له في الشعر، وبديت نلقي وبديت نشري هكا في ديوان أبو القاسم الشابي، ويعجبني على الأخر. تعجبني معناها عنده براعة أدبية، مانيش أنا باش نجي نقيم أدب أبو القاسم الشابي، أما ياسر فنان، وياسر يستمد فنه من حاجة محلاها على الأخر. نعم، أبو القاسم الشابي عاش قليلا لكنه أمدنا الكثير. نعم، وهبنا من القصائد ما لو عاش البعض، بعض الأشخاص الذين لا يعرفون قيمة العمر، لو عاشوا كثيرا لما استطاعوا أن يقدموه. هل تفكرين بعد أن تبلغي مرتبة عليا في المجتمع من خلال يعني تخصصك في العلمي، هل تفكرين في الكتابة العلمية، يعني تكتبين كتب عن المجال الذي تخصصت فيه؟ الحقيقة ما هوش في برنامجي، لكن أنا نرى أنه الكتابة معناها تكتب وقت اللي تجيك في مخك أنك باش تكتب، مش وقت اللي أنت تقرر تكتب، معناها طبيعية أي تلقائية. أكيد. وهذا أو هذا التوازن، نعم هذا التوازن بين العلم والأدب، هل وجدت فيه صعوبة؟ يعني أنت مثلا في المعهد تدرسين المواد العلمية، وعندما تعودين إلى البيت ربما تقرأين، ربما يخطر ببالك أن تكتبي شيئا، هل أحسست نوعا ما بالضياع بين هذين المجالين، أم وجدت بينهما التلاقي؟ بالعكس، أنه تحب المجالين في نفس الوقت. نعم. يخليك متوازن أكثر. مثلا نبدأ نخدم في سيريمات ولا حاجة، بعدي كان نجبد الفرنسي، نقرأ على الديفيرانس هكا، نكتب حاجة، معناها كلي نحس روحي متوازنة، أو كعملت حاجة سيانتيفيك وفي نفس الوقت عملت حاجة لتغير. دونك ما نلقاش روحي ضايعة جملة. نعم، السؤال الختامي دائما والقرار في البرنامج، أنا أحلم لابد من طرح هذا السؤال، ما هو طموحك من الناحية العلمية وربما من الناحية الإبداعية، إن كنت تطمحين أن تنشري مثلا كتاباتك، أو إن كنت، لأن هناك من يكتب ويخفي هذه الكتابات، وإن كنا نتمنى دائما أن الكتابات التي يكون فيها إبداع مثل كتاباتك يجب أن ترى النور أو أن تنير لنا الطريق، لأن النور نابع منها. ما هو هدفك في الحياة؟ والله هدف الأول اللي هو نتصور هدف كل إنسان، نحب نعيش سعيدة، ونحب نعيش فخورة بنفسي، ونحن فخورون بك عايشك، وسعادة هذه باز باش نمتدها، باش نستمدها من أحلامي كي نحققهم. أنا ياسر مشوشة، معنى عندي برشا دومينات في مخي، أما في الوقت الحالي لديك رغبة في المعرفة كثيرا. في الوقت الحالي مركزة على الدومين إيكونوميك ولا بوليتيك، برغم أنا مات لما حالة مشيت مات، على خطر عندي برشا معناها دومينات نحبهم، والمات ينجم يوصلني لبرشا حاجات. دونك نحب المجالين هذوما، نحب نتوسع فيهم ونولي كادر في بلادي،
نحب نرفع تونس على الاخر، بالحق نحب نبقى في تونس ونحب نكون جميل. نكون من مؤسسي تونس كان باش تتاسس ان شاء الله يا ربي تتاسس في المستقبل ان شاء الله. وحتى معناها حتى كان ما وصلتش نجحت باش اني نجح تونس ستصلين. المهم حاولت ولي شرف المحاوله. نعم، وان شاء الله يكون لك شرف النجاح. اعزائنا المستمعين، نصل هكذا الى ختام الحلقه، مر الوقت وان شاء الله يكون لنا لقاء في الاسابيع القادمه، وكل الشكر لكم على الاستماع وتمضية الوقت معنا في هذه الفقره، ولك ايضا راوية على الحضور المستمر. اضافه مره اخرى، ونحب نقدم تحيه صغيره للناس اللي نحبهم على الاخر، اللي هما عائلتي وصحابي واساتذتي، خاطر كان ما كانوش هما انا ما نكونش. عايشهم على المسانده، عايشهم على كل كلمه محلاها تقالت من عند انسان. نعم، نشكر تسمي بالواحد بالواحد طبعا كثيرون. كثيرون، ونحن نشجع على دعم المبدعين. ان شاء الله سوف يكون لك مستقبل مزهر، وتحياتنا لك ولكل من شجعك وللعائلة الكريمة التي نشأت فيها. السادة المستمعين، نترككم تطيرون على جناح الأحلام لتصلوا إلى قمة الجبل كما تريد راوية، تكون دائما في شموخ وعزة، ونلتقيكم الأسبوع القادم. أنا أحلم، أنا أحلم.